هذه الأعراض كلها مش خطوط حمراء، هذه الأعراض مقدور عليها. الأعراض اللي بنعتبرها خطوط حمراء مش لازم السكوت عليها ولازم نروح على العملية، اللي هي لما يصير في عنا الآلام بتيجي لمنطقة الفرج، للمنطقة الأمامية، الآلام بتأثر على البول، بتأثر على البراز، يعني ما بصير في عنا مشكلة في سلاسة البول، التحكم في البول أو في البراز، بصير في عنا آلام وحركة في عملية إخراج البول والبراز. في هاي الحالة العملية واجبة وبشكل سريع وبأسرع ما يمكن. هلأ ما عدا هاي الأعراض، إذا بنحكي عن آلام إن شاء الله تكون حادة كتير في منطقة الظهر، آلام بتنزل على الرجلين حادة كتير، نمنمة، خضران، هذه كل الأعراض بتروح ومش بحاجة إني أعمل عملية عشان تروح. والحالة الثانية اللي لازم فيها العملية اللي هي حالة عدم ثبات في فقرات العمود الفقري، يعني واحد صار عنده كسر، واحد في عنده شغلة بنسميها سبونديلايتس اللي هي انزلاق في الفقرات نتيجة مشكلة خلقية أو نتيجة هشاشة أو أي مشكلة تانية بتخلي الفقرات تتحرك، يعني فيش ثبات في الفقرات، وهذا ممكن يؤدي لضغط على النخاع الشوكي وعلى الأعصاب. في هذه الحالة لا حول ولا، لازم نروح على العملية عشان يثبتوا الفقرات ونمنع الأعراض اللي ممكن تحصل اللي هي ما فيها رجعة، يعني الأعراض اللي ممكن الضغط على النخاع الشوكي هي أعراض ثابتة صعب إنه نرجعها لوضعها الطبيعي أو نرجع الواحد لقوته ولقوة العضلات ويكون الأحاسيس عنده ترجع 100%. في هاي الحالة بصير موت للخلايا العصبية وللنخاع الشوكي وهذا ما في له رجعة. ففي هاي الحالة احنا من إركاد بنروح على العملية. ما عدا ذلك ممكن حلها. كيف بدنا نحل موضوع اني ما اروح على العملية؟ اذا في عندي انزلاق غضروفي، اول شغلة طبعا بدي اسويها بدي احاول ارجع الانزلاق هذا لوضعه الطبيعي. الانزلاق زي ما حكينا بيجي لورا او بيجي على الجنب، يعني هي يا لورا بيرجع وبيضغط على العصب على الجهة الشمال او على العصب على الجهة اليمين، ومن هنا بتيجي الاعراض يا اما على اليمين يا اما على الشمال والنمنمة والخضران. طيب انا اول خيار قدامي في هاي الحالة طبعا بدي اعمل بعض الحركات اللي هي من خلالها حترجع الغضروف لوضعه الطبيعي، اللي هي الحركة المعتادة اللي دائما بنحكي لكم عنها، اللي هي الحركة بظلني اسويها شوي 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 شوي، اظلني في الوضعية هذه